بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. يقول الله سبحانه وتعالى جل شأنه إلهي وحليه جل شلاله: وإن ربك أذيق ربك نبي الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه لهو ربك العزيز الله غالب الرحيم النحريس بدن إلهي والرحمة بدن إلهي أسوى النحريس بدن هلاك أسدتك إلهي سبحانه وتعالى وقصة لدي وسيدة له هلاكي يعني ووحي متاستين إلهي والرحيم الرحيم. وإنه قرآن كان لتنزيل رب العالمين رب العالمين سود جنتي سيو ضميرك وحن علني القرآن ومقامك اللي فهمايه مقامك أنت أجنه اللي فهمايه. وإنه قرآن كني لتنزيل رب العالمين رب العالمين سود جنتي سيو وقرآن حق إلهي سبحانه وتعالى كسودقي يعني آيدها وحي تلماما يان دعايات إشاعات وحي كفران قرآن كي قومك الله صدري نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه أي قرآن كي وحي كفذيان إشاعات يدعايات كفذيان وإليهين النبي قابلان أبورتي صلى الله وسلم وبارك عليه مر إليهين والله أقريا النبي عليه الصلاة والسلام حق إلهي أقام إيمانين مركز إلهي سبحانه وتعالى وفنوت المامي بل قرآن كحقيقة سيدي. وإنه قرآن كان لتنزيل رب العالمين رب العالمين سود جنتي سيو نزل به قرآن كمحال لسود دقي الروح روحي لسود دقي وملك جبريل للجد الروح الروح روحي لسود دقي وملك جبريل روحا سو الأمين الأميني وحق إلهي لقى آميني سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وحكوت المامي ملك جبريل وقرآن ككسو دجيي نبي صلى الله وسلم وبارك عليه روح إلهي كوت المامي محايا لي الروح وحلو كوت المامي وحوه وحا أوضه أي وحو يهي وح روح ده يكون نولانس وحي قرآن كأوضه يعني يقوم بمنزلة الروح من الجسد قرآن كان وضع جسدك باهدة وقبه والروح جسدك جسدك باهدة الروح وقبه كله سداس وكلا قفك بنا آدم كنا أقبا هاي هاي قرآن كو والروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وحنكوس وحيوني والروح والقرآن كي قرآن كي وحلوت المامي الروح إنو يهي يعني تاسو حدريم قفك تعاليمت إرشادات كقرآن بحنا يكمرا وبمنزلة الميت قرآن قفان هيسن وتعاليمت إرشادات كيسي آن هيسن توجيهات كيسي وبمنزلة الميت قف بختي وكلو بينما قرآن قفك مهما وكسي الوادبة روح دي سي أي سي وينانيس ومعاني دي سي أي سي وينانيس ومراتب تي سي أي سي وينانيس. نزل به قرآن كوحال لسود دقي الروح الروحي لسود دقي روح سو الأمين إلهي حقي سلق سو آميني على قلبك قلبك أقول كل سود دقي نبي الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه لتكون إن ذهاتون روح سي قلبك قرآن كوحال لسود دقي من المنذرين رسوش الدقة وضتك أدقة إن تكمد نغته أي قرآن كوحال سود دقي جبريل مرك تعبير كان وتعبير عجيب له على قلبك يعني نزول كقرآن كتوس بوح مباشر وقول دعي وست توس وقول دعي قلبك رسول كان صلى الله وسلم وبارك عليه أي قول دعي تاس مرك واحد كتوسنة النبي كان صلى الله وسلم وبارك عليه إنه سنب أباه نين قرآن كإنه كعل عليه قرآن كإنه أقريه إله أبا لنقاده إنه حفظ السنة سبحانه وتعالى بحال القرآن كمرك يهرب النزول كيساو فتوسها قلبك رسولك اللي قصه ديجي صلى الله وسلم وبارك عليه مركو مباهنين رسولك صلى الله وسلم وبارك عليه تكرار إيه تلاوة بضن إيه العلم بضن إنه قصة ما ينبي مباهنين صلى الله وسلم وبارك عليه باللسان إنه لسود ديجي جبريل قرآن كل سود ديجي عرب لسان كاسو عربي أف عربي لو نسبي لسان كاسو مبين أي بين عد لغة عربية واضحة ومعاني ذلك فهم كران أي إلهي سبحانه وتعالى وكسو دجيه قرآن كريم كه
وإنه قرآن كني لفي زبور الأولين بمعنى لفي كتب الأولين مكتوب ومذكور في كتب الأولين قرآن كوحالغ الشاقي ذاتكي هوري رسوشي هوري كتبتي لغسو الدجيي وحالغ الشاقي قرآن كريم كأه. إن قرآن كاس أجري دونه إن قرآن كاس حقيه إن قرآن كاس أولا إمن دونه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وحق إلهي لغسو الدجين دونه كتبتي هوري الشاقي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل لماذا قرآن وإنه قرآن كان لفي زبور الأولين بمعنى مذكور لمذكور محلق الشيء في زبور الأولين رسوشي هورا كتبتي لغسو دجيي كتبتا الدحدة لغسو الشيء قرآن كان كريم كا. أولم يكن لهم أيها قوم كان أماها ننمي آية آية يعلامة سنيسة أن يعلمه قرآن كان إني أقيهين أو أي قانان علماء بني إسرائيل هل بنو إسرائيل علماء ذي أي أقيهين أنه الحق تاسو آيات أقوم في اللمية وحيكو عبرقاتان ويكو عقلقاتان ويكو قرادقاتان تاسو أقوم في اللمية يعني أولي جديد وحوه لمن كان نبي نكسه الرجالي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وحال لي هاي وردت كان أدنكو آتكو حرنتهين oo yahuuda culimadoodii ah waxa ay markii qadii xadiis ay dhacdo oo diimaha iyo laga sheekeynayo yahuuda iyo mushrikiinta carabtu ay hoostagi jireen markaas ay culimadoodu waxay dhigi jireen waradinka tawraad iyo injiil wax ka yaqaane diinta waxan ma ku qornaayeen tawraad iyo injiil ma lagu sheegay oo ma lagu xusay ilaahay markuu wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala kuwaad wax weydiin jirteen naftooda quraanka ogaaday inuu xaq yahay rumeyana qarkood sida abdullah ibn salaam oo kale عبد الله بن سلام وحي أغاذي قرآن كونه حقيه ورميه محايا لي كتبته هلو أقريه سحقنا أو أقريه مركو حلليه ذاتك أدو حوي الدين جرتين ذاتك أساقره قرآن كونه يهي حق حتى أيها وحكاق هذا المسامية وحكا له بادل كاوي كاقاتا بادل كاوي كاقاتا أولم يكن لهم أيها أماهان المياه آية آية لقو عبرقات أماهان المياه أن يعلمه قرآن كان إلي أكسونيهين علماء بني إسرائيل أنه الحق وآية تاسو حوية وخبر كي يكون اسم كينا ومسدر كان ميشن لقد دلالين يو بمعنى أن يعلمه علم علماء بني إسرائيل إياه أولم يكن معها ننمي علم علماء بني إسرائيل علماء هر بنو إسرائيل أقال كودو إياه قرآن كي أقيهين آية آية معها ننمي آية آية ما هنمية اللهم أيها قوم كاس حال آية أيها هاتي جارم شرور كاسنا وحنك حالين إنا آية ما هي لو نعت النكرة إذا تقدم أعرب حالا إعراب كاسا أقرهن إعرابات بدل مشوا كجيران لكن كاسا أقرهن أطينا إعرابنا ولو نزلناه قرآن كهدام كسو دجن لهين على بعض الأعجمين هو عجمي قار كود هدام كسو دجن لهين قرآن كه أو فقراء بعض قاسي هو قرآن كان أقريه بعض الأعجمين عليهم قوم كان بيننا النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وكذ الأقريه ما كانوا قوم كان ما أهادين به قرآن كان مؤمنين كورهم أين يحتى يعني لجدد محيطه هذا قرآن كان وحنا لك وسر ديبي نبي محمد صلى الله عليه وأزكى تسليماته عليه oo heer quraashna marka ay yaqaaneen runtiisi iyo amaanadiisi ay yaqaaneen luqadiisana ay fahmayaan luqadii carabigana quraanka uu ku soo dagay ayaguna ay luqadii carabiga ay ku hadlayaan ilaahay marka subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay hadii qof ajami ah ee luqadii carabiga aan ku hadlaynin quraanka aan ku soo dejin lahayn ma isan rumayn lahayd maxay yeelay taas wayba ka sii fogtahayo nabigeenna sallallahu sallam mubaraka alayhi luqal carabiya u dhashay kuna hadlayay quraankiina uu carabi yahay ay rumayn waayeen maxaad u malaynay marka qof ajami ah oo luqal carabiya ba aan fahmaynin hadii quraanka lagu soo dejin la ma ka qaadan lahayn marka waa min baabi taraqi ila al-awla waxa taraqiya lagu sameeyay meeshi meel ka darana loo sii taraqiyay nabigu carabi ah sallallahu sallam mubaraka alayhi quraankii ka qaadan waayeen ma ka qaadan lahayn qof ajami ah طفع جميعا ما كقادن لها ينتاسوا معنوه معنى كلا هذا آيات كجرة أو معناها كلا وحوي بعض المفسرين يكون فسران طفع جميعا أو عربي قبل أن أردلنن أو اللغة العربية أو حبك أقولن
هذه القرآن كلو جسوا دجن لها أو الله أرك لها قف كاس عجبي جاه القرآن كأخرنا يا أو دل دلايا ما أيسن رميان أو أنا معجزة وين تاس معايا لي قف عن اللغة العربية أطلا أو قرآن إسكت دل دلايا أو إلهي وكسوا دجن لعل هذه دع لها هيد ومعجزة وين ما وحلا لي يا ما وحاس الله لي يا يدو تهاي مر رميان هيا لازم معجزة ده قف عجمي أو اللغة دن أن أطلا نين هذه القرآن كله جسود الدجن لها وهو غريب ولا ليه أبو أيده غريب كأي تهاي ما يسن رميا مروا البضع يعني دين إيمانك وما صعلامه كذلك سداس أيان سلكناه أجليني ضميرك ملبضنا اللو عليا الضوحان علينا سدا راجحة تكذيبك دين انت أي قرآن كأي بينيين كذلك سداس أيان سلكناه بين انت تكذيبك بين انت سوحان جليني في قلوب المجرمين كو مجرمين تا او دنبيلياشا قلوب تودي ايا وحن جليني بين انت قرآنك اي بينيان محايالي لأنه مهد السبيل جدك يعني اللقوب جلين لها بين انت ايقا فراشتي ان قلوب تودا بينين لدح جليو او انكار لدح جليو وضادي اللقوب دح جلي لها ايقا فراشتا اسبابتا ايقا لها محايالي ايقا هنونكي بأسعان waxay qofkii daawadi isagu ku hanuuni lahaa daawadi haduu af lagaadeenayo oo daawadi uu caayayo oo daawadi uusan u soconin dariiq lagu hanuuniyo ma lahan ilaa wadadii hanuunka in laga xiro laga jaro mooye marka wadadii waxaa laga jaray iyagana ay ku hanuuni lahaayeen la yu'minuna bihi quraankan marumaynayaan hatta yarawu al'adaba ila adabka ay ka arkaan adabkaas oo alaaliima ay hanuunka badan okaas ilaa naftooda waxaan uun jiye ay ka arkaan quraankan ma rumaynayaan maxay yeelay uma socda asbaabti hidaayadana ma rabaan oo fayaatiya uu u yimaado cadaabka naftooda xanuunjinaya hum ayaga u yimaado baghtatan baaghitan xaal uu yahay cadaabku isagoo kadinaya ama baghtatan mabghuutiina xaal iyaga la kadiyey oo mafcuulka ka xaale والحالنا عذاب كاسي كديس وقوي ما هم أيقو لا يشعرون أن أقين أيقو محبضر إنسانين واسكتهم شلينا واسكع عياريا أي إلهي سبحانه وتعالى عذاب كيسو سكديس أقو إيمان مركاسي عرك فيرنا يعني إليهن إلا قرآنك حق أها إلا قرآنك حق أها وقف كستم وحقرني إن عقلك أكشقي قف كستم وحقرني عقلك أكشق يا سداس محايا لي قفك عن عقل يسو ونكسنين بلاية أسباب تيدا اسكما إلاليو مركي بلاية أي كود عدو مركاسو عبادة وأوش اللاية بلاية مركي كود عدو شلاية لكن أسباب تمركو هري أسباب الحذر مقاتو وفيقولوا أي راهان مركي عذابك كود عو هل نحن أنقو من هاي منظرون كولو كادين أيو اللو سوغيو ساسكو على علي الدونة وحير دب من الله كود يكرا عذابك الدنيا من الله يعلن كرا فرصة من الله سين كرا على الكاسي كو على علي دونا إلهي وحول سبحانه وتعالى أفبعذابنا عذاب كي النمية يستعجلون أي دك سنايا هذي أقال لها ينمي دك سليم عذاب كي إلهي سبحانه وتعالى دك سنايا إليهين هذا هن العذاب مركي وحلوشة وعذاب كمر وببلغوها نجبوح إليهين عذاب كهلا كينو إلهي وحول سبحانه وتعالى أفرأيت بالكورا إن متعناهم هدان أرحين السنين سنوين بدن هدان أرحين ووحا أي أدوية أغو باهيه عافماتك مالك دمانا نرد ما يسترنو ثم مركان دور سنة أرحين كبعد جاءهم أيغا أغوي مادو ما عذابك أغوي مادو عذابك أسو كانوا أي هنجرين يعدون إن لوغو هنجبو وحي عذابك لوغو هنجبو مركاس أو كدعو أيغا دور سنة أدوية لوغو سرحيي ما محيبو أغناء عنهم حقو ذا كتري ما شيء محو حقو ذا كتري شيء قاسو كانوا ايهان جرين يمتعون إن لغو راحي دور كيسانو محيطرت ديادوا سلاسو سيدة إلهي وكهد رأي سبحانه وتعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون والدقيقة للحلاد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وحكسه قلنا هذا قفك يؤتى بأنعم أهل الدنيا waxaa la leeyimaada qofkii adduunyada ugu raaxada badnaa ugu maaliyada badnaa ugu caafimaadka badnaa ayaa aakhira la keenaa laakin ahlu naar ah oo nicibaadaysan jirin fayusbagu fi naari sibqa hal mara naarta la taabsiya markaasa waxaa la yiraahaa hal mar rabbika naciimun qad weligaa indhaha nicmo ma saarta weligaa wax ma dhadhamisay adduunka intaad joogtay raaxa iyo naciim ah
مركز وحرية والله ما مر بي نعيم قط ولقي وح نعمة إمسا مرن وح باس ما هن البلاية ما هن وح كلام أنا أركن أيولي مركز هدفك وحوي ولحظات البرقسيال نعمة الوجره وحلوها المام الدونا هل مر والعياذ بالله قفك عذابك الله تفسير مركز لا سيسا وح بواهي ودلنتد لكن شيطان كهو كدقي وح بلارن ولا دمين كرن وح بلارن ولا دمين كرن والشيطان كن نوغد لقاء والعياذ بالله وما أهلكنا أنه ما أنان هلاقين من قرية قرية ما أنان هلاقين ووحيالها إلهي سبحانه وتعالى وحي نوسه الشيقي قريوين بضن يأمد بضن ولا هلاقي أنواع من العذاب لقو عذابي إلهي مركة هذا الكنو كسا وختمه ربي وحيه سبحانه وتعالى وما أهلكنا ما أنان هلاقين من قرية قرية إلا لها قرية حال منذرون الرسول أدقة أيضا يوسق نادين موية أنت قرية أن سو شيقني أنت أقوام لسو شيقي أو العذابي انذار لسي انذار لسي دمانتو دوا اللو ديقي دمانتو حقيا اللو عديي رسول الله سو ديري مرك حجو أي شيكتان أم باقي نقوم وحي كوهدلان آخرة ملاهم وحي كوهدلان آخرة مهل أيام وما أهلكنا ما أنان هلاقين من قرية قرية ما أنان هلاقين إلا لها قرية حال منذرون كوا أدقه أيوة هذين مهاني جملة وحن كدقنا جملة حالية نحو ليدا قار وحي بنايان إن جملة استثنائية ده إن لصفين كرو لكن هذه آيات لقمة تطبيقين كرو تاسو كرو ومذهب سيسا بسك ضعيفه وما أهلكنا هدان إلى هذا ما هلاقين من قرية قرية سو إلا لها منذرون سورة قلمة ولذلك السيدة الراجحة جملة هديبة أداة الاستثناء أي قشو أداة الاستثناء هديبة قشو مبنانا إلا الصفائي لكن جملة أداة الاستثناء أي كجرت والحالين كرا جملة أداة الاستثناء هديبة كجرت والحالين كرا تسألها محبنانين أما جملة هديبة نقضة فردين والم اسم كمفرد كاحتا والم دو أسكو حكم أداة الاستثناء هديبة شسو قشو مبنانا صفو تسألها محبنانين وقفين ويراهو جاءني رجل إننا إيمي ننكا سو إلا الراكب نصير تقليش خلط عربي خلطانو نصير تقليش لكن وحوي أما فردي هالنقضة أما جملة هالنقضة جملة هذه أداة الاستثناء كجرت والحالين كرا لكن لما صفين كرا وما أهلكنا ما أنان هلاقين من قرية قريو إلا لها قرية حال منذرونك وأدقة أي أسقنا لين ماهن ذكرى وانن ذكر هذا إعراب بدن أخو بنان حسك قبنا إن إعراب كا إن كبرنا مفعول لأجله منذرون كوا أدقة ذكر لأجل ذكر وانذرت إذن أودقة أو حي أودقة يعني حوي يعني وتذكير إن يحسوسيان أو أودقان أو وانيان مصالح ذا وحياها وكوانيان ذكر لأجل ذكر أما هذا قرآن كان ذكر وأوانه أو دخي مؤمنين تها لجوا أنا قلنا أيه أو مفعول لأجله ذكرى لأجل ذكرى وأنا درت لوجود جايه وما كنا نجمع أن نهان نور الله سبحانه وتعالى الظالمين كل واحد ظلم يا ما أنا دخو إيجا أسدل مية إيجا عقوبة نسوق جستي وما تنزلت مسوا الدكتور به قرآن كان الشياطين شياطين قرآن كان لمسوا الدكتور وحيلها إشاعات كا هي الدعايات كقرآن كيكفرين وحاكمدها وحيديه جرين نبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه قرآن كوحا أكياني جن أكياني جن ونوع شيادين تكمدها وحي وقياس قادن جرين دادكي كهنة دا هايو جنك وكسو دك جري وحلية دي هرى وحا جو جري داد كهنة او جنك انتو كسو دكو ووحو شيغو وحيالو بان بانو شيغ جري وحاس ايقونا امد اسي شيغ جرين كاهنين تاسو كلي اوغا قياس قادن ايان قرآن كي يا نبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه مركاس اشاعات وحي كفران وحي دهن جناب اسو دجيبا او قرآن كسو دجيبا نبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه الهي مركا تاسو كجوابه الهي وحليه وما تنزلت لمسو دقين به قرآن كن كريم كا الشياطين شياطين لمسو دقين وما ينبغي من هبونا وقرآن كو لهم شياطين تأم هبونا وما يستطيعون من أودان إن القرآن إلا سودقان حتى أود أمالها داغنا أمالها حتى ومحايا للسبب حيثاً أود إنهم شياطين عن السمع دقيسك والسمد الملائكة وحيالها يكشها كيسان أيان
iyo waxyiga inay soo dhageystaan la macsuuluna kuwa laga fogeeyay maba aadi karaan samada waxifdan min kulli shaytaanin marid shaydaan kasta samada fuulaha waa laga ilaaliyo innahum wama yanbaghi mahaboona qur'aanku lahum shayaadiinta uma haboona wama yastadiicuuna awoodna uma laha inay qur'aan la soo degaan sababtu maxay tahay innahum shayaadiinta oo jinka ani sam'i dhageysiga oo ay samada intay tagaan wax soo dhageystaan la macsuuluuna kuwa laga fogeeyay buu maba aadi karaan waxifdan min kulli shaydaanin maarik laa yasmacuuna ila almalai alacla wayuqdafuuna min kulli jaanib duxuura dalaa tubaaburahaasaa lagu soo toori dhimilahaasaa lagu soo toori ma aadi karaan laakiin qabla rasuulilaahi sala allahu wasalam wabaaraka calayhi rasuulka ilaahay intaan la soo dirin ka hor intay iskoraan koraan ay soo dhageysan jireen samaawaadka waxyaalaha laga sheegayo markaasay hal kelimo runa intay soo maqlaan ay waxay ku qasi jireen boqol kelimo beena markaasay kuwii markaa jinka iyo uu ku soo degi jiray intay u sheegaan ay boqol beena ku sii daran markaasay sidaas dadka ay u fasaadin jireen laakiin nabigeenu sallallahu wasallam mubaaraka caleyh markii ilaahay uu soo saaray waa laga xiray samadii waa laga xiray jinkii iyo shayaadiintiiba innahum maxaa yeelay shayaadiinta cani samci maqalka dhegaysiga inay wax soo dhegaystaan la macsuuluuna kuwa laga fogeeyey falaa tadcuuha caabudin maca allaahi ilaahay micigiisa ilaahan ilaaha la caabudin ilaahaasoo aakhara kale ee fatakuuna markaas aad ahaatid min almucadabiina kuwa la cadaabayo aad markaas ka mid noqotid yacni nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka caleyha lagula khidaabi laakiin waa keyrkiisaa loola jeedaa hadalka nabiga keyrkiisaa loola jeedaa sala allahu wasalam wabaaraka caleyh وأنذر أدك نبي الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه عشيرتك قرابضة أدك قرابضة سوء الأقربين إردوا شهبضا كو آدك ودو أدك اللي نبي صلى الله وسلم وبارك عليه ودين تأشاك محايا لقفك الدين تفافنا دتك أقول دو إساق مركا يتوصان أو وحشيقه مركا سيفلي وحوشيقه مركا سيدكنا إقادنا مركا نبي صلى الله وسلم وبارك عليه وحلويري bal u sheegoo qaraabadaada wacyi geli wa andir u dig cashiirataka qaraabadaada u dig qaraabadaasoo alaqrabiina ee dhowaashaha badan waqfud janaaxaka garabkaagana raarici liman duul u raarici duulkaasoo itabacaka ku raaci duulkaasoo min almu'miniina mu'miniinta ka mid a waa kinaayatun can araxma washafaqati lilmu'miniin garab raaricinta waxaa looga kinaayoonaa loola jeedaa mu'miniinta u dhimri mu'miniinta u naxariiso nabiyullaahi maxamed sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi sidaasba waa ahay nabigeena sallallahu wasallam mubaaraka caleyh isagaaba raxmad iska ahaa raxmadba isagaa iska ahaa nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wakfid janaaxaka garabkaaga raarici liman duul u raarici duulkaasoo itabacaka ku raacay duulkaasoo min almu'miniina mu'miniinta ka mid a fa in casowka damiirkaas waawdaa waxaan u celinaynaa oo mufasiriintu sida raajixa ay u celiyaan qaraabadii nabiga sallallahu wasalam mubaaraka caleyh taasaan u celinaynaa fa in casowka qaraabadii hadday ku caasiyaan nabiyullaahi maxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayhi faqul ku dheh innii anigu bari-un mid beri ka ahanahay mimaa shay xaggiisana beri ka ah shaygaasoo tacmaluuna aad samaynaysaan ka beri noqo camalkooda iyo baadilkooda ka beri noqo hadday ku caasiyaan laakiin adiga wax u sheegaa dushaada ah uun haddii ay sidaa kaaga hor yimaadaanna watawakkal cala alcasiizi allihii qaalibka ahaa oo cid ka hor imaan karka aysan jirin allaha tala saaro allahaasoo arraxiim ee naxariista badnaa alladii allahaasoo yaraaka ku arkaya nabiyullaahi maxamedow sala allahu wasalam mubaaraka calayhi xiina waqtigii ku arkaya taquumu cibaadada aad u istaagtid cibaadada markaad u taagan tahay diinta fidinteeda aad u taagan tahay ku arkaya oo kuu jeeda wa taqallubaka gadgadoonkaagana arkayo fi saajidiina kuwa sujuudayo cibaadaysanayo dukanaayo dhexdooda aad ku gadgadoomaysidna ku arkaya oo markaad dadka saajidiinta cibaadadii aad yacni salaadii ka bixinaysid oo salaadii aad ku jirtid oo iyagii dadkii mu'miniinta ay kugu xiranayaan ay kugu dayanayaan khayrka aad wadaan ilaahay wuu kuu jeedaa wey subxaana wa tacaala yacni aayaddan waxay muujinee ridaha ilaahay subxaana wa tacaala waxa axwaashan loo sheegayo waa sida ilaahay uu raalli uga yahay axwaasha nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka caleyh innahu maxaa yeelay ilaahay wuxuu saa kuugu jeedaa huwa ilaahay assamiicu alcaliimu wa mid aqwaashiinna ilaahay maqlaya alcaliimu axwaashiinana og wuu
الله سبحانه وتعالى أعظم وجل.